الحمد لله. ليلى قولي مرحبا بك في المغرب، يعني احنا انت بلدك الثاني المغرب، يعني المغرب دائما تتكون الفرصه انه تكوني حاضره سواء في لجنه التحكيم او ضيفه شرف او تكريم، دائما تقولي يس انا جاي على المغرب، لماذا؟ لاني بحب المغرب جدا، ومن اول ما ابتديت في شغلي كان من اكثر الايام بقى الجوابات وال ما كانش لسه في السوشيال ميديا والواتساب والايميلات والحاجات دي، فكانت اكتر من اكتر البلاد اللي هي يعني صندوق خاص للمغرب، وكلامهم الحلو وتشجيعهم ليا من اول ما ابتديت واهتمامهم بيا، والحمد لله دايما الى الان. ومن اول ما ابتديت اجي المغرب يمكن في عام 2001 او 2002 في مهرجان الرباط في لجنة التحكيم، وانا ببقى سعيده جدا 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 وبحس بطيبه وخير وسلام. والحقيقه مش انا لوحدي، يعني كل معظم الفنانين والشعب المصري. This is Mosaic from Marrakesh.